طبعا كلمه السر النهارده نجاح المستشار مرتضى منصور في علاقته بالجمهور، علاقته باللعيبه هي سبب النجاح اللي احنا شايفينه على ارض الواقع. شايف الموضوع ازاي؟ طبعا الدنيا دي كلها ظاهره من خلال كم مباراه الاخيره من ساعه ماتش الاهلي بتاع 2-2. كل المباريات والفريق كله يعني بنشهد كلنا بالاستقرار الفريق ولمسات سياده المستشار وامير مرتضى واسامه نبيه والمدير الفني. فاحنا بنشكر سياده المستشار جدا على المجهودات الاخيره دي وفرحانين بالنادي جدا. ان شاء الله السنه يوم الثلاث ان شاء الله تتويج بالدوري ان شاء الله. المستشار كان عنده روح من انواع الاصرار والتحدي انه يغير في نادي الزمالك، واحنا كاعضاء جمعيه عموميه انا شايف ان في تغيير جذري على كل المستويات وعلى كل الانشطه وعلى كل الرياضيات في 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 نادي الزمالك. ده اول حاجه. تاني حاجه، على مستوى فريق كوره هو ساب المجال للمدرب العام والمشرف على الكوره والكوتش، والحمد لله ده توفيق ربنا وفي نيه حسنه قبل اي حاجه. والله انا شايفه المستشار بصراحه قايم بكل الادوار اللي كل حاجه يعملها تمام، حتى الاعضاء كلها بيحبوه، حتى الاطفال الصغيره بيبسطوا بيه، وبصراحه بيكبر بخاطر الناس كلها في كل الاوقات، والاطفال بيبقوا رايحين جايين، حتى في الانشطه بتاعته طورها ويخلى الاعضاء يشتركوا فيها كلها في كل الفرق. فبصراحه قايم بدور كبير جدا، واحنا مبسوطين جدا من الحاجات الكتير اللي بيعملها في النادي، سواء الجمهور او سواء اللعيبه او اعضاء مجلس الاداره. ده رد فعل للي بيعمله مستشار منصور للنادي. اولا خلى النادي جنه، يعني يعتبر احسن نادي في مصر. وبعدين الجمهور، رد فعل للجمهور اللي هو ده، وعشان كده اللعيبه بتلعب بروح كويسه والنتائج كويسه، يعني حاجه تشجع. يعني والله نجاح سياده المستشار مش على ان احنا بناخد بس الدوري وبناخد الكاس وبناخد بطولات، لا، نجاح سياده المستشار مع اعضاء الجمعيه العموميه ان هو مخلي النادي رقم واحد في الوطن العربي، مش رقم واحد في مصر. النادي كل الاعضاء هنا مبسوطين من اللي بيحصل، الثوره الانشائيه اللي حصلت، الملاعب المميزة، الصالات المميزة للرياضيين، ولادنا بيتعلموا على أكفأ مدربين في مصر، فده بالنسبة له نجاح كبير جدا. الفضل بعد ربنا لمجلس الإدارة وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، بصراحة وش السعد، والله العظيم فرحنا، وإحنا نحمد ربنا على اللي إحنا حققناه. يعني بصراحة السنتين دول ما أقدرش أقول إن هو ده إنجاز، ده إعجاز بأشبال وبطولات.